كريمة فين؟ مش موجودة. راحت فين؟ سيبها في حالها، الله لا يسيئك. يا جليل أنا مظلوم. عادة طلعت عارفة كل اللي بيني وبين كريمة، وهي اللي خططت لكل المشاكل اللي حصلت واتفقت مع لولا عليا، وكمان حكت لإسماعيل. يا مصيبتي، يعني هو كمان عرف اللي بينكم؟ انت لازم تلحقها، دي سافرت. سافرت؟ راحت علشان تجيب ليلى، سافرت معاه. استنى. داعي وانا اخوها اللي في مصر. هي اسمها قالت ان اسماعيل هيطلع على الابعدية قبل ما يروح المطار، وانا معرفش الابعدية دي مكانها فين، بس علي عارف. الحمد لله على السلامة. مش هتنزلي؟ لا انزل انت، ادخل هات الورق وما تتأخرش عشان نلحق ميعاد الطيارة. استأذنك ممكن تفتحي التابلو؟ محتاج حاجة منه. دي وقت منك يوم الحادثة؟ المرة دي حافظة عليها كويس عشان ما تقعش، والمرة دي برضو مفيش حاجة عشان تضربيني بيها، عشان المرة دي مش مسموح ان اي حاجة من اللي عملتيها فيا النوبة اللي فاتت تتكرر ابدا.